سباوي I'm here. Then you. زود دكاتير هذي الأفكار ما كان موجودين تراها تشبيه حضر ما تبغاها مني زود لا تقولني بتعاطف معاك وانك هندي مسكين ترى كل شي تعبدون أمامي بشكارة وخمسة دود بشكارة زخ سكارة وان المدخل يدود ما يدرون انها انسانة عبالة هذي العود لان المي الليمون تراها مجرد وقود كلامكم لهجتكم عبي طاملها وجود لديكم تهرب نصكم البحر والباقي حدود ما اقول لا اصل افصل قبائل والجدود ما بقولها لكنها حقيقة هم حقيقة هذا قليل حاضر لكم منزول ما يخدر لك الواحد انها نشك بنفسه هل ما بتراعي هسه سوالف لا تبخل لي بمصة السلامة بالسلامة لكم هالنصامة عندنا الأولي يقول لي ماذا تعني هدرة سهر غبي يوم ما في معلوم عارضي هل تشبيه قوي فهمتني يا دلي لا 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 عندي رلا بولي قولوا لي ماذا تعني هجرة سهر غبي يما في معلوم عربي هتشبيه قوي فهمتني يا دلي لا 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 كلام موجود في سجل لكم هالسطور أفص بعينك كل حقنة الوغور هذه أوزان وقوافيه عليك يا شطور ان الحذر مستعصية تؤدي الى الموت موت ضربة خربة ضربة كربة هربة مثل الصوت مسلسلات بنات حلقة حلقة ما يفوت من حظك ونصيبك اذا مننا نجوت يوم اغني لماذا تشوف قلبك حاله غريبة شكلي مسخرة لا 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 حتى كسيفة انت بس عرفنا اختك وانا بفيدك تريد البشكرة ولا البشكرة تريد يلا حدد لي بسرعة سرعة ويلا قول قول ليش طبعا عشان اضرب السنبول لا تخاف بي جلد ترى في عرض ضغول فهمت يا الهندي يرمس طول ماذا أقول عندي رلا بولي يقولوا لي ماذا تعني هجرة سهر غبي يوم ما في معلوم عربي هل تشبيه قوي فهمتني يا دلي لا 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 عندي رلا بولي يقولوا لي ماذا تعني هجرة سهر غبي يوم ما في معلوم عربي هل تشبيه قوي فهمتني يا دلي لا 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 لا